السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلستنا لهذه الأمسية جلسة متميزة يجمع موضوعها بين العديد من العلوم والفنون والآداب، ويحوي مهارات كثيرة ومتنوعة إلى أبعد الحدود تتوحد كلها في معالجة موضوع تلف المخطوطات وطرق صيانتها وترميمها. وبهذه المناسبة يسر اتحاد الأدباء في النجف الأشرف أن يستضيف الأستاذين الفاضلين الأستاذ صلاح الخاقاني والأستاذ علي الحساني، اللذين سيلقيان الأضواء على هذا الموضوع المهم كي ننتفع بخبرتهما وعلمهما في هذا المجال. فأهلا ومرحبا بهما، وليتفضل إلى المنصة. أحييكم مرة أخرى. منذ أن اخترع الإنسان الكتابة لجأ إلى ما وفرته بيئته من مواد خام فكيفها لتكون ملائمة لتسجيل أعماله وتجارته وأفكاره وآدابه. فكتب العراقيون على الطين، وكتب المصريون على البرد، وكتب الإغريق والرومان على ألواح الشمع وجلود الحيوانات، وكتب الهنود على أوراق النخيل، وكتب عرب الجاهلية على الجلود واللخاف والعسب. قال امرؤ القيس: لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني. ومع أن أولى الآيات التي نزلت من القرآن الكريم كانت قد ذكرت القراءة والقلم، إلا أن الفعل يخط بمعنى يكتب قد ورد مرة واحدة في القرآن في سورة العنكبوت آية 48، قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وعندما دخل العرب سمرقند عام 751 وجدوا فيها صناعة متطورة للورق، فتلقفوها بنهم ونقلوها إلى بغداد، فازدهرت فيها صناعة الورق والوراقة. ثم انتقلت هذه الصناعة من بغداد إلى دمشق ثم إلى القاهرة فالمغرب العربي، ومنه إلى الأندلس، ومن الأندلس إلى سائر أوروبا. استخدم العرب الورق الصقيل الخفيف الذي صنعوه في نسخ القرآن وإحياء الآداب، وتفننوا في تطويع الخط العربي. ساعدهم في ذلك طبيعة الحرف العربي وطواعيته للمد واللي، فظهرت خطوط جديدة مثل الثلث والنسخ. وتفننوا في صنع المداد من الدخان والصمغ ومن الحناء والورد والأحجار الكريمة والذهب وغيرها. لكن مصطلح المخطوط ظهر مع ظهور المطابع بالمقابلة مع المطبوع، يشير إلى النسخ المكتوبة بخط المؤلف أو الناسخ، أو إلى تلك النسخة التي كتبها المؤلف ليدفعها إلى المطبعة لأجل طباعتها ونشرها. وقد توسع البعض فشمل تلك النسخ التي كتبها مؤلفوها على الآلة الكاتبة أو الحاسوب أو تلك المحملة على الأقراص الليزرية. لكن مصطلح المخطوط عند أهل الاختصاص والمحققين والمهتمين بالتراث بقي على مدلوله، ويعني تلك الكتب والأسفار التراثية التي خطت بأيدي مؤلفيها أو بواسطة النساخ. وقد تطور الاهتمام بالمخطوطات حتى أصبح علما واسعا يضم بين دفتيه علوما كثيرة تشمل الفيزياء والكيمياء والبيولوجي، وصار يتطلب عمل أناس جمعوا بين عدة مهارات تتعلق بالخزن والحفظ والصيانة والترميم، كلها تهدف إلى إبطاء عوامل الزمن في التلف والتقادم وتقليل أضرارها على المخطوطة. هذا ما سوف
يتطرق إليه الأستاذان الفاضلان اللذان نعتز باستضافتهما هذا المساء. لا بد في هذه المناسبة أن أنقل عتبا من قسم المخطوطات في العتبة العلوية الشريفة على مؤسساتنا الجامعية ومنها كلية الآثار، فقد استضافت كثيرا من المؤسسات المهتمة بالمخطوطات ولم توجه دعوة أو استضافة إلى قسم المخطوطات في المكتبة العلوية. ومن خلال زيارتي لقسم المخطوطات في المكتبة العلوية المقدسة أرفع اقتراحا بأن يكون تعاون بين قسم المخطوطات في العتبة واتحاد الأدباء في النجف الأشرف للبحث عن المخطوطات النجفية في المكتبات وفي البيوتات المعروفة بالأدب ومخطوطات أدباء النجف التي لم ترى النور إلى الآن، ليتم الإعلان عنها لتكون متاحة للمؤسسات العلمية والعلماء وطلاب الدكتوراه والماجستير. سوف قبل أن ندخل الموضوع سأتلو بإيجاز سيرة ذاتية لكل من الأستاذين الفاضلين، الأستاذ الفاضل علي الحساني، هو علي حيدر عبد الله خضير الحساني، رئيس جمعية الخطاطين العراقيين في النجف الأشرف، رئيس فرع الاتحاد العالمي للخط العربي والزخرفة الإسلامية في الفرات الأوسط، حاصل على إجازة الخط العربي من قبل شيخ الخطاطين العراقيين الأستاذ الحاج مهدي الجبوري عام 2010، وعلى الإجازة من قبل الأستاذ العلامة الشيخ الحاج علي حامد الراوي الرفاعي الموصلي عام 2010، عضو فخري في جمعية الخطاطين الأردنيين، مستشار في العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مدير قسم دار الخط العربي في مؤسسة دار التراث النجف الأشرف. شارك في العشرات من معارض الخط العربي التي أقيمت في العراق والعالم الإسلامي، عمل الكثير الكثير من الألواح الفنية وعناوين الكتب والمجلات ودوامين الشعر وأسماء المؤسسات والشخصيات البارزة في العراق وخارجه. خط جزء عم وجزء تبارك المباركين، أشرف على العديد من المعارض الفنية، أقام الكثير من الدورات التعليمية والورش والندوات في النجف وفي أنحاء أخرى من العراق. كتب العديد من الدراسات الفنية، أشرف ونفذ العديد من الخطوط على القاشاني في مرقدي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة عليهم السلام، عضو مؤسس في متحف ذاكرة الإسلام في كربلاء المقدسة، خط كتاب رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. اقتنيت أعماله في العديد من الدول العربية والإسلامية. هو خريج المعهد التقني في النجف الأشرف، بكالوريوس فنون تشكيلية من كلية الفنون الجميلة. الأستاذ صلاح الخاقاني وصلاح محمد عبد علي عبد الزهرة حسين الخاقاني عمل في مكتبات عديدة، منها مكتبة محمد حسين الكاشف الغطاء، معالجا ومرمما مخطوطات وجرائد ومجلات ومفهرسا للمخطوطات. عمل في قسم ترميم مخطوطات وحجريات مكتبة الشربياني من سنة 1995 إلى 1997. عمل في مكتبة الإمام الحكيم مرمما للمخطوطات من عام 1997 إلى عام 2004. مسؤول حصينة المخطوطات في مكتبة الإمام محمد حسين الكاشف الغطاء، مسؤول شعبة المخطوطات في العتبة العلوية المقدسة. اشترك في الكثير من الدورات متعلما ومحاضرا، منها 3 دورات في جمهورية إيران الإسلامية، دورة في المعهد الألماني للآثار التابع إلى وزارة الخارجية الألمانية عن كيفية إنشاء المتاحف وكيفية العرض. حاضر في دورات كثيرة أقيمت في العتبة العلوية المقدسة لموظفي دار المخطوطات والمتحف العراقي والمجمع العلمي العراقي والمعهد العراقي للآثار في أربيل.
قام بترميم آلاف المخطوطات من كتب ومجلات ولوحات ومصاحف. القيام بصناعة العديد من أنواع الورق من معاجين مختلفة من ابتكاره، عمل طلاءات وألوان وأحبار عديدة، قام بتصنيع جهاز خاص بالترميم الآلي مع عمل عجينة خاصة للترميم. هو الآن مسؤول المختبر في قسم المخطوطات في العتبة العلوية المقدسة وأمين الحصينة فيها. المحور الأول من هذه الجلسة سوف يقوم به الأستاذ الفاضل علي الحساني، وموضوعه كيفية تحديد عمر المخطوطة من خلال نوع الخط الذي كتبت به. أما المحور الثاني بعد هذا فسيلقيه الأستاذ الفاضل صلاح الخاقاني، وهو يتعلق بأنواع الأضرار التي تتعرض لها المخطوطات وكيفية المعالجة وطرق الخزن مزاياها وعيوبها. أترك المجال والحديث للأستاذ الفاضل الآن علي الحساني. الحضور المبارك جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخوة في اتحاد الأدباء على هذه الدعوة وعلى التنوع الثقافي الذي يقيمه الاتحاد على طول موسمه في كل عام. العرب أمة غير كاتبة، ضاع تراثها فلا تكاد تقف على بدايات أدبها ووصف روادها، ولولا الشعر سهل الحفظ لم تبق لها باقية، لكنها إذ لبست لبوس الكتابة وبدأت بالتدوين، ولا سيما بعد الإسلام وبعد أن استأسد جيل من المسلمين الأوائل من أجل تعلم الكتابة وتدوين القرآن والتراث، وشاعت عبارة كل علم ليس في القرطاس ضاع، نفر نفر ممن يطلبون العلا ويتسابقون إلى المفاخر وتحسين الكتابة وتجويد الخط وتنميق الحروف، ولا سيما بعد أن عرفوا أن الخط الحسن يزيد الحق وضوحا ويزيد الكاتب والأديب تألقا ورواجا، فكانت حروفهم الجميلة مدعاة لإقبال أهل العلم عليهم لتحبير الكتب وحفظ الحواشي والرسائل وكل جميل وجليل من التراث، ولا يزال العلماء ينهلون من تلك المخطوطات ما عذب ولذ فيحققونه ويحولونه إلى مطبوع، ويعد فن الخط العربي اللسان الناطق للغة العربية لغة القرآن الكريم، ويعد وسيلة اتصال فعالة، وبه سجل تأريخ الأمم، ومن خلاله تعرف العالم على الفكر العربي والحضارة الإسلامية. وقد شهد فن الخط العربي تطورا كبيرا من خلال متغيرات الشكل والوظيفة، حيث منحت كيانه تعددا وتغيرا في الشكل والنوع، وتولدت أنواع كثيرة اجتهد فيها الخطاطون المبدعون على تعاقب الأجيال والحقب. ومنذ صدر الإسلام اتجه المسلمون إلى الاهتمام بالكتابة والخط العربي، وذلك لورود بعض النصوص في القرآن الكريم تشير إلى قدسية الكتابة، حيث جاء في قوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، وفي قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن الكوفة انطلقت أولى مدارس هذا الفن الأصيل، وعلى يد المعلم الأول لفن الخط العربي الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا ما أورده الباحثون والمؤرخون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، وهو خطاط الإسلام
وأول من دون وكتب المصحف الشريف بيده المباركة، وأصبح الخط في زمنه مقرر الضوابط وثابت الأسس. ولا بد للباحث والمتتبع في عالم المخطوط أن يتعرف على أسماء الخطوط العربية وتأريخ نشأتها وتطورها. ولمعرفة عمر المخطوط ونوعه لها عدة عوامل. العامل الأول هو نوع الخط، العامل الثاني نوع الورق، العامل الثالث هو نوع الزخارف والتذهيب الموجودة على تلك المخطوطات، النوع العامل الرابع هو نوع المداد، وكذلك نوع الغلاف، والنوع العامل السادس الناسخ للمخطوطة وخصوصا إذا كان مشهورا، والعامل السابع اختبار المخطوطة بالكربون 12. وبحثي هنا عن العامل الأول وهو نوع الخط أبدأ من بدايات القرن الأول الهجري، وتحديدا عن الخط الكوفي لكثرة المصادر لهذا النوع الذي يعد الأساس، ومنه استخرجت الأقلام الستة التي سيتم الحديث عنها. ويتضح لنا من دراسة الخط الكوفي أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى الكوفة، ومنها انتشر إلى بلدان العالم الإسلامي، وقد كتبت به أولى نسخ القرآن الكريم في صدر الإسلام. وينقسم الخط الكوفي إلى لين ومقور ويابس مبسوط ووسط بينهما، وسمي خط الوسط الخط الكوفي المصحفي، وظل هو الخط المفضل لكتابة المصاحف. وتفتقر المكتبات الإسلامية لنماذج سوى من الخط الكوفي المصحفي، ونعرض لكم نموذج من صفحة من مصحف منسوب إلى الإمام علي عليه السلام، وهذه النسخة محفوظة حاليا في خزانة الروضة الحيدرية المقدسة. نلاحظ التكرار في التشابه الكبير في الأحرف الأبجدية والسطر، قوة الخط والمداد. وقد وضع هذا التشكيل والتنقيط في بدايات القرن الثاني الهجري، نهايات القرن الأول الهجري، على يد أبي الأسود الدؤلي. وفي نهاية القرن الأول الهجري بدأ وضع التنقيط والتشكيل على هذا النوع، وعلى يد أبي الأسود الدؤلي تلميذ الإمام علي عليه السلام. هذه طبعا من صفحة أخرى، هناك حرف الألف غير موجود، موجود في الصفحة التي تسبقها. إنه هو التواب الرحيم، وإذ قلتم لموسى يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ بكم نعم. الخط الكوفي له بقي هذا النوع يكتب فيه المصاحف حتى نهاية القرن الرابع الهجري، وتولدت منه أنواع كثيرة، نذكر منها الخط الكوفي القديم وهو بشكله البسيط الخالي من النقط، كما هو ما عرف من خطوط إسلامية بعد اشتقاقه من الخط الحميري. الخط الكوفي المنقط أو المنقوط ظهر بعدما تحسن الخط الكوفي وظهرت كتابته في المصاحف، وبعد أن دخل التنقيط والتشكيل فيه. هذا نموذج آخر من الخط الكوفي في بدايات القرن الثاني الهجري. نلاحظ الاستطالة، تغيير في عن القرن الأول الهجري، استطالة في الحروف وفي المدات، دخل التنقيط والتشكيل على هذا النموذج.
النوع الثاني الخط الكوفي المربع، وهو أبسط وأسهل أنواع الخط الكوفي، حيث تكتب حروفه بعد تنظيم أرضيتها بالمربعات. وأيضا نعرض لكم نموذج. وكذلك هذا النوع يستخدم في الرياضة المعمارية الإسلامية في كتابة المنائر وجدران الأضرحة المقدسة. هذا النموذج هو للخط الكوفي المربع أو يسمى التربيعي. النوع الرابع الخط الكوفي المزخرف، وتكون زخرفته أما نباتية أو هندسية أو الاثنين معا كما في النموذج. كما في هذا النموذج لإحدى القباب لإحدى المساجد. النوع الخامس هو الخط الكوفي المذفور، وتكون زخرفته على شكل ضفائر جميلة ويمتاز باستطالة ألفاته ولاماته. كما في هذا النموذج يسألك الناس عن الآية القرآنية المباركة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. النوع السادس الخط الكوفي المزهر، الخط الكوفي المملوكي. هذا الخط الكوفي المزهر حيث ورقات الأشجار والزخرفة تدخل عامل من عوامل التكوين لهذا الخط. الخط الكوفي المملوكي الأندلسي، والخط الكوفي القيرواني، والخط الكوفي الفاطمي، وعشرات الأنواع التي لا يسع المجال في الحديث عنها هنا. وأنواع الخطوط البقية وهي النسخ والثلث والإجازة والديواني والديوان الجلي والتعليق والرقعة. هذه الأنواع الرئيسة المتوارثة وهي معتمدة إلى وقتنا الحاضر. خط النسخ، لقد تضاربت الآراء في أصل خط النسخ، فالبعض يرى أنه كان موجودا قبل الإسلام، والبعض الآخر يرى أن الخطاط الوزير ابن مقلة المتوفى سنة 338 هجرية أول من وضع قواعده واشتق حروفه من خط الجليد وخط الطومار وسماه فيما بعد بالبديع، ثم أطلق عليه بعد ذلك اسم خط النسخ لكثرة ما استنسخ من المصاحف والكتب الدينية واللغوية، كما سمي أحيانا بالخط القرآني. ويستخدم هذا النوع في شتى الموضوعات كالكتب الدينية والأدبية والمصاحف والرسائل العادية، ولا يزال خط النسخ يستخدم في مختلف غروب الكتابة سواء في المطابع وكتابة نسخ القرآن الكريم أو غيرها. هذا المصحف للخطاط الحافظ عثمان الخطاط التركي الشهير، وهو يعتبر المجدد في هذا النوع. خط الثلث، وسمي بذلك لأنه يكتب بقلم أرضه ثلث الطومار، وهو من الخطوط المهمة ويعد سيد الخطوط، ويعتبر الوزير أيضا الوزير ابن مقلة المتوفى سنة 338 للهجرة أول من وضع قواعده وأجاد في كتابته من بعده كثير من الخطاطين كابن البواب وياقوت المستعصمي المتوفى سنة 669 للهجرة، وعلى رواية أخرى أنه توفي في سنة 668 للهجرة. ويعد خط الثلث من أروع الخطوط منظرا وجمالا وأصعبها كتابة وإتقانا. هذا هو نموذج لخط الثلث بقلم الخطاط الشهير ياقوت المستعصمي.
طبعا تحتضن خزانة المخطوطات في العتبة العلوية المقدسة 10 أجزاء من مصحف شريف أيضا منسوب للخطاط ياقوت المستعصمي، وتكاد تكون هذه النسخة الفريدة في العالم. النوع الآخر هو الديواني والديوان الجلي، وقد سمي هذا النوع بالديواني أو السلطاني نسبة إلى ديوان السلطان العثماني، حيث كان هذا الخط يستعمل في كتابة المراسلات السلطانية والفرمانات العثمانية. وللخط الديواني جماليته التي يستمدها من حروفه المستديرة والمتداخلة، إلا أن ذلك قد يكون على حساب سهولة القراءة. والخط الأخير هو الخط الرقعة، وهو خط عربي يمتاز بالسرعة في كتابته، يجمع في حروفه بين القوة والجمال في آن واحد. وضع قواعده من ممتاز بك في عهد السلطان عبد المجيد عام 1280 للهجرة، وهذا نموذج بيت شعر في باللغة التركية للخطاط مصطفى عزت، من أشهر خطاطي الأتراك الذين أجادوا في هذا النوع، ويعد المدرسة في هذا المجال. شكرا للأستاذ الفاضل الحساني على هذه المداخلة القيمة. المحور الآن للأستاذ الفاضل صلاح الخاقاني، وهو حول أنواع الأضرار التي تتعرض لها المخطوطات وكيفية المعالجة وطرق الخزن مزاياها وعيوبها. شكرا جزيلا. تفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ في صلب الموضوع، تعريف بسيط للمخطوط، وهو جدا بسيط، أنه المخطوط كل شيء خط باليد، وهذا يشمل الرقوم الطينية، شواهد القبور، الصكوك، الوثائق، المخطوطات، كل هذه موجودة إن شاء الله أكو بالقرص الصور راح نعرضها لكم. عموما أنه وإذا كتبت على المواد، إن كان الحجر أو الطين أو الرق والجلد والقراطيس والورق، هنا راح نأخذ لكم نبذة بسيطة عن كل موضوع. الرق أكو خطأ شائع مع الأسف، أنه كل ما نقول رق لازم وياه غزال، يعني نقول رق لازم رق غزال، وهذا أنه الرق فشي بسيط، تعريف بسيط. الرق هو كل شيء أو الجلد اللي يرقق، ويفضل الرق يعني الأغنام، الماعز، الأبقار، ويفضل الأعمار الصغيرة من 6 أشهر فما أدنى. والأفضل من هذا هو رق احنا نسميه القوزي، هذا من أفضل أنواع الرقوق إن كان للغزال أو باقي الحيوانات. استخدم الرق بكميات كثيرة في صدر الإسلام الأول، والقراطيس، وهي القراطيس يعني البردي، ورق البردي، وهذا استخدم في الدولة الإسلامية إلى حد الأمويين وبداية العباسيين عند دخول الورق عن طريق سامرقند بزمن هارون الرشيد، وأول معمل بني في بغداد سنة 196 إذا ما تخوني الذاكرة، وكان المعمل أول واحد معمل جعفر البرمجي، ويسمى أكو ورق بغدادي اسمه جعفري يرجع إليه. أنا ما أريد أدخل بالشغلات التاريخية لأن بعيد عنها. القرطاس والجلد أو الرق استخدم بكثرة، مساوئ أو مثل الرق نطي مساوئ أو محاسن، يعني هذا يفيدنا بشغلات المعالجات الموجودة. محاسنه أنه هو قاعدي، يعني يستخدم بالمواد الملحية الضباب، القاعدة يطول أزيد عمر، يحافظ على الظروف الجوية الموجودة من الرطوبة والحموضة،
فهو يطاول أكثر عمر، ولكن من مساوئ أنه يمسح بسرعة. ولهذا نشاهد بالمصاحف الموجودة أكو وجه قوي للأحباب والوجه الثاني ضعيف، هذا الوجه الخارجي والوجه الداخلي. الوجه الداخلي دائما يكون أملس فيمسح. ولهذا عندنا كثير من الإنتاج الإسلامي كان يمسحون الجلد ويكتبون عليه مرة أخرى. وفي أوروبا هذا انتشر، خاصة المحاكمات الموجودة في أوروبا كان يمسح الرق مالتهم ويكتب، يعني مؤلفاتهم تمسح وتكتب مرة ثانية. ويقال أنه المصحف الموجود عندنا اللي رواكم إياه الأستاذ علي أنه هذا كان مكتوب سابقا ومسح وكتب لي. القراقيس أخذت مجال واسع بالدواوين الإسلامية، فرادوا في شيء بديل يكون ينقذهم من هذا الكم الهائل. يعني مثلا القرطاس كان يسوى على لفائف توصل طولها إلى 30 متر وتكتب على وجه واحد. ثانيا من مساوئ القراطيس أنه تتكسر بسرعة. شنو السبب الرئيسي لتكسرها؟ وجود مادة اللكنين الموجود. هو أساسا أنه يعني معلومة الورق كان يستخدمون رفع مادة اللكنين. اللكنين شنو معناته؟ يعني المادة الخرسانية الموجودة بالألياف من أجل ربط الألياف، وهذه تكون قوتها وضعفها حسب نوع النبات. يعني مثلا نلقى بالأعشاب البسيطة قليلة، ولكن لما نصعد للأشجار تكون قوية. فهذه إذا ما نقدر نستخلصها من الألياف راح تكون هذه المادة ما تطلق الألياف على طولها. ثانيا هذا اللكنين مادة ساحبة للحموضة وللإنارة، والدرجة الحرارة تؤدي إلى اسمرار وتكسر الألياف. سابقا كان يسوون يرفعون هذه المادة عن طريق طبخ الألياف بدرجات حرارة عالية وطرقها. الطبخ يفكك هذه الألياف، ويستخدمون الطرق ليش؟ لفرز. يعني الليف عندنا مكون من 9 أجزاء، يريد يستخرجون هاي الأجزاء حتى تنطلق ويكون خام من أجل استخدام الورق. فاللكنين الموجود بالورق البردي يؤدي إلى تكسره، ولهذا هو عمره مو طويل. فلما خرج الورق وإجا أول معمل، فانتشر انتشار كبير في الدولة العباسية، و يعني يقال أنه بسنين قليلة انفتح في بغداد أكثر من 1000 معمل، حتى كانت في التكاكين موجود في المحلات البسيطة. فانتشر انتشار كبير، وانتقل بعد ذلك إلى أوروبا عن طريق الدول الإسلامية. الدرج بتنوع هذا الورق، هناك هذه نبذة بسيطة عن الورق وما موجود به. يتعرض الورق إلى أضرار كثيرة، من خلال المادة الأولية، ومن جراء الاستخدام السيء للأشخاص، ومنها للخزن الغير جيد. هنا أكو أسباب إحنا يعني سببها. إحنا نذكر إنه المخطوط، لأن أنتم أكثر ناس تماس بالمخطوط وبالكتاب. فالأسباب اللي من خلالها من الإنتاج، هو ذكرنا واحدة بالنسبة للورق وهي اللكنين، مادة اللكنين، وهي مشكلة. المرأة الثانية إنه استخدام الشب داخل الورق. هذا الشب مادة حامضية تؤدي عملها شنو؟ يستخدموها من أجل شد الألياف، يعني ترابط الألياف. هذه المادة الحامضية راح تقلل من عمر الورق، يؤدي إلى اصفرار لونه، تكسر الألياف. هي مجموعة مشاكل راح تعطي هاي الأوصاف، راح نذكر منها أنه الإنارة ودرجات الحرارة العالية، ومن ضمنها الحامضية. فمن
من المواد قلنا الإنتاجية هو الشب واللكنين الموجود بالورق. عندنا الطلاءات الموجودة الورق تعرفوه لما يسوون اللوح الورق هذا مين كتب عليه؟ فأصولا أنه يطلع، وكان يطلون الورق ويتركوه حدود 3 سنوات ويسموها السقاية، يسقوه سابقا كان يسقوه بالنشر، ولكن بالأمور الحديثة دخلوا وياه مادة الشب، وحديثا كان يستخدمون بياض البيض ويا الشب، وهذا من المشاكل اللي أدت إلى تدهور الورق. نلقى الورق البغدادي عدم استخدام الشبي طاول لحد الآن، مع العلم أنه يجوز وصل عمره إلى أكثر من 1000، وعندنا مخطوطات نماذج موجودة خاصة في جميع الخزائن العالم موجود هذا. فالورق البغدادي بقى له ساليش لأن عدم استخدام المواد التالفة. هناك مواد إضافية في مادة الحبر. الحبر هناك نوعين من الحبر أو 3 أنواع بالنسبة للحبر الأسود: الحبر الفحمي والحبر الحديد. سابقا كان يستخدمون للرق الحبر الحديدي. ليش؟ لأن به محاسن وبه مساوئ. محاسن أنه يكون ثابت قليل التأثر بالماء، ومساوئ لما تجي الرطوبة تتفاعل بالمادة الحديدية. هم يستخدمون سابقا كان ويا الزنجار ويا السواد زنجار، الدور تطور قام يستخدمون الحفص، الحفص بمادة الحديد، فهذا تتفاعل الجو. شو تسوي النحام بالحديدوز؟ ونشاهد اكو عندنا نسخة هذه متآكلة. هذه سببها شنو التآكل على الأحبار؟ انه المادة الموجودة بالحبر مادة الحديد تفاعلت ويا الرطوبة سوت النحامض الحديدوز قصنا. بالورق نشاهدها سريعة، ولكن بالرق نشاهدها أقل. ليش؟ لأن الرق قاعديته أعلى من الورق. هاي من أساس الصناعة. عندنا بالنسبة للظروف الجوية الرطوبة والضوء والحرارة، كل واحدة لها آثار خاصة، ولكن نجمعها عموما نقول انه درجة الحرارة العالية لها تأثيرات كبيرة على المخطوط، وهي اولا في نفس وقت يعني خاصة اذا كانت درجات عالية من النهار وخزن غير جيد، وبالليل يعني توصل مرات عندنا 50 درجة وبالليل توصل إلى 20. هذا الصعود والنزول يؤدي إلى حركة قوية بالجزيئات الموجودة بالورقة، يضعف ترابط الأجزاء، يؤدي إلى شنو؟ ضعف تماسك الورق. إضافة إلى بين الصيف والشتاء والخزن الغير جيد تؤدي هذه إلى ضرر. الإنارة الغير جيدة إذا كانت عالية تأثر على المخطوط، وإذا كانت قليلة تؤدي إلى نشوء فطريات وبكتيريا تؤدي إلى تلف المخطوط. هناك أكو عندنا ميزان ثابت للحصينة، وهي درجة حرارة تتراوح بين 21 درجة مئوية ورطوبة 50 إلى 60 درجة، لأن أنت تجمع بين الرق والورق بالحصينة مالتك والجلد، فهذه تقريبا من 50 إلى 60 درجة مئوية هي درجة جيدة بالنسبة للرطوبة، و50 لوكس بالمتر المكعب الواحد الإنارة مدة 8 ساعات. هذه إذا هيئتها تقلل من نشوء الأضرار الموجودة من الفطريات والبكتيريا والرطوبة ودرجات الحرارة والضوء. أنا جاي أمشي بصورة سريعة ما الله نكمل الوقت يعني نوصل إلى نتيجة. عندنا بالنسبة للأضرار الحشرات عندنا القوارض والحشرات والفطريات. هذه يعني أصولا نستخدم الخزن الموجود عندنا أن يكون بعيد، يعني أساسا إنه لما نأخذ الخزن أن يكون بعيد عن المدن، بعيد عن المجاري، لأن الضوضاء التلوث الجوي كله مضر بالمخطوط. فأصولا أن نختار مكانات بعيدة عن المدن، وإحنا دائما نخليها بين المدن
ونخليها بالسراديب ونخليها يعني خاصة النجف تدرون بها آبار هواي. فالصدفة طبعا المخطوط إنسان حي يعني العفو يعني شيء حي يتفاعل. أنا ما أدري أنا أتعامل وياك، أنا أتعامل ويا المخطوط كشيء حي أحس بيه أحس بيه، يعني أتعامل يعني يتمرض يتأثر بكل ظرف سريع يتأثر. فأصولاً أنه نختار قد مكانات مهيئة هذا بها جو مناسب الدخول إلى الحصينة بممرات حتى الأتربة ما توصل الشبابيك أنه تغلق، هاي الأمور لازم تصير بالحصينة. ولكن مع الأسف إحنا الحصائن موجودة داخل حتى في مكتباتنا العامة هاي ما مهيئة لها، يعني حتى درجات يعني درجات حتى الإنارة ما موجودة بها. عموما أنه نخلي للحشرات والقوارض فد مصايب، ولكن مشكلتنا احنا بالفطريات والبكتيريا. اصولا نحافظ على ظروف جوية مناسبة حتى ما تنشأها، ولابد امين الحصينة ان يكون له فترة انه يبحث، لان مرات انت تحضر الخزين هذا المكان ما ماخذ حريته مثل المكان اخر. فاصولا يصير شغلات دورية تبحث عن الفطريات والبكتيريا الموجودة بالمخطوط حتى تسيطر على الاضرار الموجودة. هناك اكو سابقا كان يستخدمون لكن مع الاسف ما مستخدم، وهو انه لازم تعرض المخطوطات كل سنه على الاقل بظرف جوي مناسب مع في الربيع في الخريف الى الظروف الجويه الخارجيه. ولكن مع الاسف جميع هذه المراكز ما تستخدم هذا لا بالخارج ولا بالداخل. هنا هناك الاستخدام الغير جيد، وهو أن نختار شخص يكون مسؤول عن الحصينة بدون علم شنو هو المخطوط. فنشاهد مرات الترميم الغير جيد، استخدام الباحث، يعني أصولاً أنه الباحث لما يريد مخطوط من حقه أنه يشوف مخطوط، أنه نهيئ له مكان مسند ومكان مناسب مسند وكفوف يلبسهن ونطي المخطوطة حتى يقدر يقلبها في الأداة ويحافظ على المخطوط. وصولا أن يكون عند كل شخص باحث ثقافة شلون يتعامل ويا المخطوط. الترميم الغير جيد ممكن أنه نشاهد إحنا جميع مخطوطاتنا، أكو صور هنا للترميم جيد الغير جيد أظن أنا نخليها على ورق إذا موجودة بالحاسبة. فالاستخدام الغير جيد بالنسبة للترميم مشكلة، انه نلقى مرات بالمخطوط اكو لاصق ابيض، نلقى ورق فوق الكتابات، وانتو جوز ملاحظين مرات انه تريد حقب مخطوطة على التاريخ خاصة بالحرد الاخير فد ورقة لازقة، هاي سويلك مشكلة تنهى التاريخ كله عندك او الناسخ. بالنسبة احنا مثلا نعاني انه نسخة من مصحف لخطاط مشهور بسبب هذا اللزمة، يعني ما نعرف من هو هذا الخطاط، يجوز هذه النسخة الفريدة موجودة. هذا بالنسبة هذا أكو نوعية إحنا يعني هذا من كتاب سبب الأحبار الحديدية المتأثرة قلنا لكم والرطوبة مأثرة عليهم، سوي حامض الحديد دوز قاص هذا الورق هو سبب الأحبار الحديدية. هناك عندنا هذا التحجر، أكو فد مسألة يعني العدة مخطوطات لو فرضنا لا سمح الله إجا الصبحية لقى متروسة ما عند حلين، الحل الأول إنه يفتحها ويخلي أكو عندنا يسموه ورق ساحب الرطوبة، وإذا ما توفر عدة يستخدم القماش الململ
يخلي بين الأوراق واللي يحركها، وإذا ما لحق وراء 4 أيام 3 أيام يتركها حتى تتحجر. بهذه الفترة يعني هنا إذا دخلنا بيها الورق تحرك، فإحنا ما نريده يتحرك، يبقى على وضع. هذه مجموعة كانت مال العتبة الغلوية، أخذوها بالـ90 ودوها الدار المخطوطات، خلوها بالسرداب، فتحوا عليها مال، رجعناها جبناها على أساس أنه ورق، لأن قالوا ما إلها أوليات. فمجموعة كبيرة بحدود 36 كيس، من ضمنها استخرجنا من أندر المصاحف ومتحجر. هنا لكثرة هذا العدد الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى بعض الأفكار، وكانت هي يعني أفكار الحمد لله إحنا الوحيدين بالعالم حققناها. هذا يعني مو نقول لكم ترجحا، ولكن هو حقيقة إنه هي طريقة التجميد استخدمنا بها، وهذه عن طريق المصادفة لقيتها، إنه كان الصين العفو اليابانيين كانوا يستخدموها للتعقيم الأدوات الأسنان. هذه يتجمد، أنا أساسا أول شيء كان للتعقيم، ولكن بالتدرج والتجربة اكتشفت إنه التجميد الجاف مو رطب. عندنا كان جهاز يتجمد تحت ناقص 12 درجة، نجيب المخطوط ندخله به، هذا المتحجر يعني متحجر يعني يابس يعني حجارة، نخليه مدة 3 أيام نخرجه. أكو هو لازم أصولا جهاز ثاني يدخل الهواء بين الأوراق، ولكن هذا ما متوفر عندنا، فنطلع للخارج للجو الخارجي، نحركه بصورة بسيطة يداخل الهواء بين الأوراق ينفتح. احنا طريقتنا نفتح المخطوط مدة نص ساعة، بعض المراكز الأخرى تستخدم الهواء الرطب يفتحوه بحدود 15 يوم إلى شهر. بعدنا ورا 3 سنوات من عندنا روسيا استخدمت هذه، ولكن بمحدودية، بس الأحبار الدقيقة والكتب المطبوعة، غير هذا ما استخدموا. هذه الطريقة استخدمناها، رحت محاضرة إلى أربيل مركز، وكان هناك بروفيسور أمريكي، وطرحنا هذا الموضوع، قال شلون تعالجون أنتم مركزكم؟ قلت له نعالج بهذه الطريقة. فأخذها وراء شهر جربوها، فقال إحنا همات جاي نمشي عليها، حققت نجاح جاي نمشي عليها، ولكن مع الأسف عطل الجهاز هذا مالتنا وتوقف بهذا العمل. لازم بعض المكانات التشيك يستخدمون التشيك يستخدمون بالتجميد المجمدات، وهذا ما ينجح، ما نجح وتوقف، لأن دار المخطوطات أو الوثائق ببغداد وقفوا هذا المشروع لأن غير صحي. معالجات الموقفة لهنا يعني الوقت انتهى، ونعتذر. الله يحفظك. بالنسبة للمعالجات، هذه استخدام السيء لأحد يعني الأشخاص، تلف بعض الخطوط منه، يعني يكون قابلية المرمم أو المعالج يكون عنده إذا صادف فد مشكلة بالمعالجة يكون عنده مسبقا إشراح يعالجها، يعني مو مثلا استخدم فد محلول أثر على الكتابة أصلا يعرف إشراح يسوي وراها، يعني يوقفها. بالنسبة للمعالجات الأخرى، هذه التجميد هما تعقيم للمخطوط، وكذلك يعني طريقتين في طريقة واحدة. نستخدم كذلك بعض المخطوطات اللي لها تأثيرات وتستحق الغسل، فنغسلها في محلول خاص وهو متكون من مادة الكحول والماء، لأن الماء هو اللي يرفع الأضرار. احنا ناخذ الحبر تأثيراته، إذا كانت تأثيراته قليلة مثلا
يعني ممكن انه يتحرك بخمسين ماء وخمسين كحول، احنا هذه الخمسين الماء هي اللي ترفع لنا الاضرار. هناك مو كل ما مقطر اكو معين اكو العفو مقطر، عندنا جهاز تقطير خاص وعندنا كل البي اتش مالته معينه ونقيس المخطوط اذا يستحق الغسل درجه، بس احنا جايين ناخذ استعجال يعني اكو ترتيب المخطوطه ونبدي بها نرقمها نصورها تصوير اولي نبدي ننظفها بالفرشه وبعدين نبدي بالغسل. الغسل اذا كانت ضروره الى انه لازم نغسل المخطوط فنغسله نرفع الاضرار الموجوده نرفع الماده الصفراء وهي ماده الحامضيه هذه ونعيد. ما هذا الغسل شو يفيدنا؟ يفيدنا يرفع لا اي تاثر، ناخذ نسبه تاثير الماء. لو فرضنا عندنا هذه المخطوطه تتاثر نسوي محاليل بسيطه ناخذ فتح حروف بسيطه حركه نشوف شنو تاثيره. مثل هذا يتاثر 20 30 ماء ويا 70 كحول ما يتاثر، نسوي هذا المحلول نبدي نغسل به. شنو فائدة الغسل؟ أول مرة يرفع لنا المادة الصفراء هاي المادة الحامضية، ثانيا أكو نسبة معينة بالورق هي 7% ماء، هاي تعطيك طراوة وراحة. هذه مرات تنفقد من كثر الإنارة، هذه يأخذها هو يأخذ استحقاق الورق ويتوقف. يعني هذه إذا عدى نقص والورق يأخذ هاي 7% ويوقف. فنرفع هذا بعد الغسل نرفعه العفو على ورق ساحب للرطوبة، وإذا كان متكسر جدا شو نسوي له؟ أكو يسموها تطرية وهي مادة تستخدم من أصماغ السيليكون، إحنا نستخدم كلها مواد طبيعية طبعا للعلم، الورق الترميم طبيعي ما بيها إطلاعات، الأصماغ طبيعية سليلوزية، نستخدم مادة الصمغ ويا قطرات بسيطة من من الأسيتون أو نقطتين أو ثلاثة ونجرب شنو الطراوة مالته، ينعاد إلى طراوة هذا. هو أساسا الماء هو الضروري، يعني العفو نعتذر للتقصير وياكم و أشكر حضوركم. شكرا للأستاذ الفاضل صلاح الخاقاني على هذه المحاضرة القيمة، وشكرا للأستاذ الفاضل علي الحسان على ما أبداه من إيضاحات ومحاضرة جميلة جدا استمتعنا بها، ويعني كأنها ربما تتفوق على محاضرات الأدب، محاضرة نادرة. أنا سعيد الآن بسماع هذا الكلام من الأستاذين الجليلين. الآن ننتظر الأسئلة. الأستاذ الفاضل الأستاذ عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الأخ علي لما نتطرق إلى نون والقلم، ما قل لنا أول من كتب الخط من هو؟ هل هو إدريس عليه السلام النبي إدريس أم لا؟ لم يتطرق إلى هذه القضية. النقطة الثانية، النقاط كانت ما موجودة سابقا، بواسطة أبو الأسود الدؤلي جاءت النقاط بأمر من الإمام علي عليه السلام. فهل كانوا يستخدمون اللفظ، يعني قصدي يعني نطق الكلمة نغمة الكلمة حتى يفهمون معناها بين النقاط؟ بعدين أكو نقطة احنا تعلمناها عند الملة سابقا، الآن الحركات تختلف عن الحركات السابقة، يعني الآن كسرة وضمة، بينما قبل كانت من أين جاءت هاي؟ مثلا لله أو بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كان الملة يعلمنا إياها عنده بالجامع بالحسينية بالمسجد، يعني مثلا على سبيل المثال ألف لام زبر أن دبشتن دبشتو لله، هاي الحركات الآن انقرضت، مين كانت سابقا عندنا؟ بعدين الأخ الأستاذ الكريم ما عالج لنا فد مخطوطة، جاب لنا فد نموذج وجاب لنا فد عجينة حتى نعرف شلون نرمم المخطوطة. يعني أنا عندي في بيتي الآن تقريبا فوق 30 مخطوطة مال السيد البراقي،
وصار لهم 150 سنة وقسم من عندهم متآكل، فما أدري كان المفروض الأجدر بي أن يطينا في الطريقة. وشكرا جزيلا. تفضل أستاذ فاز. السلام عليكم. طبعا للفائدة جناب الأستاذ صلاح ذكر بالماء يعني أكثر المعالجات بالماء. للطرف أيضا الآية القرآنية وجعلنا من الماء كل شيء حي، بما أنه الأستاذ يعتبر هذه النصوص هي كائنات حية، فصحيح يعني الماء يعيد لها الحياة ويعيد لها الصحة. سؤالي للأستاذ علي الحساني، على أي شيء اعتمد من ذهب إلى أن خط النسخ أو النسخ ظهر قبل الإسلام، وكذا من يقول بأنه ظهر بعد الإسلام، يعني شنو دليلهم؟ السؤال الثاني، لماذا سمي بخط الرقعة؟ شكرا. يتفضل الآن الأستاذ علي الحساني للإجابة على ما قدم له من الأسئلة. بالنسبة للسؤال عن التنقيط والتشكيل، دخل على الخط العربي في نهاية القرن الأول الهجري، وعلى يد أبي الأسود الدؤلي تلميذ أمير المؤمنين الذي وضع النحو في هذا الزمن. قبل أبي الأسود الدؤلي لم يكن الخط منقط أو مشكل، ولدينا نماذج من الخط النبطي والمسند والحميري، لم يكن الخط منقط أبدا. التنقيط جاء في نهاية القرن الأول الهجري بعدما ظهر اللحن في قراءة القرآن الكريم من البعض، وخوفا على هذا الشيء وضع أمير المؤمنين سلام الله عليه التنقيط على الحروف والكلمات في الآيات القرآنية. بالنسبة للسؤال الثاني، النسخ ظهر قبل الإسلام، ونظرية أخرى تقول بعد الإسلام. خط النسخ وصل، الخط النبطي الآن موجودة نماذج لهذا النوع موجود قبل الإسلام، تقاربات كثيرة بين حروفه وحروف خط النسخ في الوقت الحاضر. هذه النظرية يذهب إليها بعض الباحثين. والنظرية الأخرى التي أنا من مؤيديها هي في القرن الثالث الهجري بدأ خط النسخ واستمر إلى الوقت الحاضر، طبعا بتعدد الأساليب ورجالات هذا الفن عبر مدارس، مثلا المدرسة البغدادية هي تعتبر المدرسة الأساس، ثم تحول إلى المدرسة التركية على يد الخطاط حمد الله الأماسي. السؤال، لماذا سمي بخط الرقعة؟ الخط الرقعة نسبة إلى ما يكتب على الرقعة، سواء من رقعة الورق من الجلد أو الورق، أو ما وبعض الأحيان يسموه بخط الرقاع الذي يكتب على الرقعة الجلدية، كما في قبل الإسلام مثلا الرقم الطينية الرقعة الجلدية أو الورقية، فسمي نسبة إلى الورق الرقع اللي يكتب عليه. طبعا لحد الآن الدراسات قائمة على هذا الموضوع. النماذج التي وصلتنا وفي المحفوظة في خزائن الكتب، أنا طبعا بدأت من الخط الكوفي لأن اتخذنا من خزانة العتبة العلوية هي الموذجة، حيث من الخط الكوفي أقدم مخطوطة موجود في هذه الخزانة هو المصحف المنسوب إلى الإمام علي عليه السلام، ولم نتطرق إلى الخطوط قبل هذه الحقبة. الخط من خلال النموذج الموجود والشهرة الفنية التي حظي بها الخطاط، مثلا ابن مقلة، ابن البواب، ياقوت المستعصمي، الحقبة الزمنية ونموذج الخط، ثم نرى التجديد الذي حصل على هذا النوع من الخط بعد من ما جاءوا بعده من الخطاطين. هذه دراسة جمالية تخص
متتبعين في مجال الخط العربي، طبعا لا يفك شفراتها المتلقي أو المهتم بهذا الفن إلا الخطاط المتخصص والباحث المتخصص. طبعا وبين الحاضرين الأستاذ الدكتور كامل سلمان الجبوري صاحب موسوعة الخط العربي، هي غنية في هذه الموسوعة من ما تحتضنه من أبحاث في هذا المجال وعلى أنواع الخطوط. شكرا للأستاذ الفاضل علي الحساني، والآن يتولى الإجابة الأستاذ صلاح، فليتفضل. بالنسبة إلى واحد عدفت مكتبة بسيطة وريد يحافظ عليها، مكان ما يسوي حصينة يحاول أنه يحفظ هذه بأجواء يعني مصغرة، وأفضل شيء نفضله استخدام أكو كارتون متعادل، هذا ممكن أن يسوي علبة للمخطوطة الموجودة عند الشخص يحفظ بها، هذه تحافظ يعني أكو قياس بها عالمي ممكن 150 سنة تحافظ لك بدون أنه متأثر. هاي أول مرة تحافظ عليها لأن هي متعادلة، ثانيا الصدمات ما تأثر عليها من الحمل أو توقع تسقط، هذه تحافظ عليها وتكون فشي بسيط، وهي كانت ما موجودة هنا بالعراق، ولكن لوجود المراكز الترميم أكو بعض التجار يدخلوها، فأكو منشأ مختلف من الألماني والإنجليزي وأكو الصيني، وكلها تؤدي نفس الغرض. ما موجود هذا الشيء، نحاول نختار فمواد إحنا نقيسها بنفسنا، وممكن أنه نقيس هذه درجة الحموضة بواسطة هذا عباد الشمس وماء، ونعرف هذه صالحة للخزن أو لا، ممكن بيدنا. فهذه شيء بسيط وسريع. السؤال الثاني، شلون نكتشف الفطريات والبكتيريا الموجودة شلون نحافظ عليها؟ هو يعني فشي بسيط، إذا اكتشف هذا الشيء هو وجود أنواع هواية، يعني ممكن أن نشوفين مثل الدخان الأسود الموجود أو لون بنفسجي، كل فطريات كلها لها فت نوع خاص منها، ممكن يطلع فت مادة صفراء فوق منها، مادة بيضاء مثل الطباشير، هذه أنواع هواية كل واحدة لها نوع. فشي بسيط ممكن نخلص من هذا، ما أقول ليش أنه تغسليها، ولكن ممكن استخدام نسب الماء والكحول وبالقطن مسح بسيط على المكانات المتضررة، بس أنه يكون مختص يعمل بهذا. احنا بالنسبة للعتبة مستعدين نقوم بمعالجة وترميم، خاصة إذا كانت وثائق أو مخطوطات مقابلها، نأخذ نسخة تحفظ بالعتبة، وإذا تحفظون المخطوطات الأصلية بالعتبة فهذا فضل كبير. الأستاذ محمد علي، كم عدد المهتمين؟ المهتمين هواية بس الخبراء قليل. مشكلتنا إحنا بمراكز الترميم إنه لازم على كل مركز ترميم أكو خبير، هذا الخبير هو اللي يدير العمل، وهذا موجود في جميع دول العالم، ولكن إحنا إن شاء الله جايين ننشئ هذا. أما المهتمين فهواي، وبالنسبة شقد يتحمل المركز، هي المشكلة بالتدريب الأشخاص، مو سهولة تحصل، لا سهولة تحصل الخبير ولا ببساطة أنه تمرن الشخص. يعني في مراكز موجودة بالعالم، يعني فد مثال بسيط، أكو مركز وثائق موجود أحد الدول، وثائق عدة 50 مرممة، للعلم أنه هذا العمل خاص بالنساء يعني الترميم لأنه دقيق، ولكن احنا يعني ظروفنا الموجودة ما تسمح أنه استخدام النساء. بالنسبة للمخطوطات الموجودة بالنجف، أظن أكو ناس مختصين أزيد من عندي بهذا، ولكن ماكو جرد ثابت للنجف، بس أكو شيء تقريبي مثل مكتبة الحكيم 8000، الأمين 8000، كشف الغطاء بحدود 3000،
الخوئي بحدود 3000، احنا عندنا 1400، بس للعلم احنا خزينتنا على هذا العدد القليل هي من اغنى الخزائن الموجودة بالعالم قاطبة. هسه راح يقولوا لي تبالغ، عندنا 600 مصحف، 500 من النوادر، 9 مصاحف من القرن الاول والثاني على رق، من ضمنها مصحف بخط امير المؤمنين، عندنا من الخط الكوفي يعني من القرن الاول للقرن 13. استندنا احنا موجود، احنا شغلنا علمي مو اعتباط، موجود بالنسخه الاخيره كتبه علي ابن ابي طالب عليه العفو، علي ابن ابي طالب في سنه 40 للهجره النبويه، وهذا مو بعيد، ممكن اذا كانت عندنا قابليه ان ناخذ عينه حتى نثبته. بس للعلم سوينا 3 معارض موجودة قبل الغدير، المهرجان الغدير الأول، وانعرضا للناس عموما، ووفود كان تجي وتدخل للحصينة والراويها موجودة هذا الشيء، ولكن الأمانات تكرارها هذا يؤدي إلى غلق الحصينة أكثر من سنة أو سنتين. هذا موجود المتحف، ولكن سبب عدم وجود المكان فصحن فاطمة الجديد إن شاء الله هذا موجود، هو يعني مو فقط المخطوطات، النفائس كلها الموجودة، عندنا نفائس كثيرة إن شاء الله، وإن شاء الله هذه يوم 15 راح يذهب وفد إلى ألمانيا داعيته أحد الشركات اللي لها اهتمام بالمتاحف. احنا ذهبنا هماته إلى ألمانيا على هذا الأساس، وإن شاء الله بإكمال المشروع مع المتحف الموجود في صحن فاطمة يتم. المكان ما موجود هو هذا. الله يحفظكم. شكرا للأستاذين الفاضلين على كل هذه الأشياء الثمينة، وشكرا لكم على طيب الاستماع وحسن التفاعل، وأشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.